مشاهدينا نرحب بكم في حلقة جديدة من العالم في أسبوع، نستعرض خلالها أهم الأحداث، نستقرئ التداعيات ونحلل التطورات. ونتابع سويا في هذه الحلقة: أسعار النفط تتهاوى والسؤال هل اقتربت السنين العجاف من الخليج؟ صفعة جديدة لداعش في بيجي وأحلام تمدده تتقلص شيئا فشيئا. انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الأربع الماضية، مما ينذر بحسب محللين بأزمة اقتصادية عالمية، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أن تشهد أسعار النفط العالمية مزيدا من التراجع، وأشارت إلى أن الأسواق النفطية دخلت حقبة جديدة في تاريخها. وحتى انعقاد اجتماع الأوبك في 27 من نوفمبر الجاري لا ينتظر صدور قرار واضح بشأن انخفاض أسعار النفط من جانب الدول التي تشكل عضوية نادي إنتاجه، مما يطرح تساؤلات حول أسباب تأخر المعالجات. وتسود الكويت ومنطقة الخليج عموما حالة من القلق والترقب في ظل المخاوف المتزايدة من انخفاض أسعار النفط، حيث سيعرقل هذا الانخفاض الكثير من خطط التنمية ويعطل العديد من المشاريع الحيوية، خاصة الدول التي يمثل النفط مصدر دخلها الرئيسية. وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وقد يكون بعضها نسبيا ولا يتسبب بانخفاض كبير، فيما يكون بعضها مؤثرا تأثيرا قويا في نسبة الهبوط وسرعته. لكن الطامة الكبرى حينما تجتمع عدة أسباب كبرى متلازمة في وقت واحد. وفيما نشر الكاتب الأشهر في الولايات المتحدة توماس فريدمان المقرب من الإدارة الديمقراطية القائمة في 15 من الشهر الماضي مقالا بنيويورك تايمز، وتمت إعادة نشره في مئات الصحف العالمية والعربية، أكد فيه أن هناك مؤامرة تقودها الولايات المتحدة يشارك فيها دول أعضاء في منظمة الأوبك لخفض أسعار النفط للإضرار بروسيا وإيران تكرارا، حسب قوله لما حدث عام 1985 عندما تعمدت الدول النفطية خفض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج، مما نتج عنه لاحقا انهيار الاتحاد السوفيتي. وللمزيد بشأن توقعات المستقبلية لأسعار النفط وتقلباتها في أسواق العالم، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل والخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور عبد السميع بهبهاني. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أختي، مرحبا. نعم، في البداية إلى أين تسير أسعار النفط؟ يعني حقيقة الآن الدول الأعضاء في مول أوبك اللي هم السوبر باور النفطيين يعيشون حالة من الفوضى حقيقة تشبه حالة ما قبل تأسيس أوبك نفسها، التي على أساسها تأسست أوبك لتنظيم الحالة العشوائية اللي بين هذه الدول. ولا شك بأن هناك تعارض في أجندات دول أعضاء أوبك التي تملك المخزون الهائل من النفط العالمي، ويبدو أن في الموضوع أيضا جانب آخر، جانب تسويقي، أن حيث أن السعودية قد فقدت تقريبا جزء كبير من 20% اللي تصدرها إلى الولايات المتحدة عن طريق تعويضها بالنفط الحجري والنفط اللاتيني الذي هو أرخص من النفط السعودي، فبدأت تعطي الخصومات وبغت تحاول أن تسد هذه الثغرة، فأفاضت في هذا الجانب. هناك جانب سياسي واضح بين دول أوبك وعدم الانسجام فيما بينها في ذلك. وحقيقة أن دول أوبك الإشارات حقيقة التي تصدر بين المسؤولين بين فترة وأخرى لا تبشر أن الخصومات تبدأ على لهذه المرحلة من أو لهذا الليفل وهذا المستوى من السعر. والكثيرين حقيقة يتوقعون بأن أوبك راح تخفض إنتاجها عندما يصل سعر البرميل إلى 70 دولار، فحد 70 دولار يكون هو الحاسم في خفض الإنتاج وغيره. وهذه تصاريح تظهر بين فترة وفترة في الجوانب المختلفة في من دول أعضاء أوبك. والسوق حقيقة فائض في الفترة هذه التي انتهينا فيها من مضاربات ديسمبر،
والسوق فائض حقيقة، اللي هو اللي دخلنا في فترة الطلب الأقل من الموسم حقيقة، وهذا حقيقة مع الفائض مع الطلب الأقل من الموسم يجعل بأن الفائض اللي موجود بالسوق يحتاج أيضا إلى يمكن شهرين إلى جانوري وفبراير حتى يمكن أخذ الفائض الموجود بالسوق هذا، وثم تبدأ ترجع الأسعار تتعافى فيما بعضها. يعني حقيقة لا يوجد هناك أمل بسيط في اجتماع أوبك القادم في 27 نوفمبر، خاصة بعد تصريح الولي العهد السعودي في قمة العشرين بأن هناك وأن هذا النقص أو هذا السعر النازل والإمداد الهائل من الطاقة لإعطاء فرص للدول النامية لإعادة تنشيط اقتصادها والعمل على تهيئتها. نعم دكتور، لكن إلى أي حد يمكن أن تتحمل هذه الدول الانخفاض في الأسعار بصورة تمكنها من الاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستمرار في برامج الدعم الحكومي للأفراد من خلال دعم السلع والخدمات؟ يعني أمانة يعني هذه المواد اللي قاعد تذكرينها أختي هي مواد يعني هي آيتم يعني لا تشكل ثقل كبير في ميزانيات الدولة. أنا أعطيك مثال على الكويت الآن، يعني حسب دراستي الآن الكويت إذا ناخذها السنة المالية مالتها من أبريل إلى نوفمبر الآن، المعدل العام لا زال عندنا في حدود $97 من ميزانية الدولة، رغم أن إحنا حطينا سعر البرميل $75، فإحنا لازلنا حاليا في $97 المعدل العام للنفط. إذا نستمر أنا حقيقة فرضت أن النفط راح ينخفض، خاصة الكويتي راح ينخفض إلى $65 من شهر ديسمبر إلى نهاية شهر مارس القادم من السنة القادمة اللي هي نهاية السنة المالية الكويتية. إذا فرضناها على $65 فسوف يكون هناك سعر برميل عندنا قيمته معدله العام $88.6، ولا زلنا حقيقة بمسافة $12 أكثر من القيمة التقديرية اللي وضعناها للبرميل النفطي. فهناك فائض لا زال، يعني حتى مع هذا التصور اللي استبعده راح يوصل إلى 65 بالنسبة للنفط الكويتي، اللي أعتقد أنه راح يستمر على 72 في حدود 72 إلى نهاية السنة، وهذا يعطي حقيقة قفزة أخرى للنفط. ولكن حقيقة أنا أتوقع، عفوا أنا أصلح معلومة، إذا أفترض $65 إلى نهاية العام سوف يكون المعدل العام $86 قيمة النفط الكويتي العام لميزانية سنة 2014 و2015. فهذه أنا أتوقعها مستمرة. يعني في بعض الدول الآن دول الخليج لها فائض كبير في الحساب الجاري والصناديق السيادية والأمور هذه. أنا أتصور مع انهيار الأسعار هذه بدأت شركات عظمى ذات جدوى اقتصادية راقية بدأت تقل أسعارها، وهي فرصة حقيقة لهذه الدول السوبر باور أو دول الخليج النفطية تبدأ تستثمر وتستحوذ على هذه الشركات وتستثمرها بدأ من يصيبها الإحباط ونشر الذعر بين المواطنين بأن هذا اليومين 3 أيام الانخفاض وباقي الشهر الانخفاض سوف يؤدي إلى كارثة اقتصادية. هذا كلام غير مقنع، ولا أعتقد فيه ولا أتصوره. يعني نعم دكتور عبد السميع، يقترح بعض الخبراء أن يكون ما يسمى هناك بالدعم الذكي الذي تقتصر الاستفادة منه على المواطنين فقط، ما رأيك؟ يعني هو في الكويت إذا نأخذه كنموذج، أنا أتصور أن هذا الدعم سواء كان هذا الدعم على هيئة كهرباء وبنزين ومواد غذائية وخدمات أخرى، أتصور هذا لا يشكل عبئاً على الميزانية العامة. أنا مثل ما قلت على الفرضية اللي قلتها أنا على 86 مع نهاية العام في أسوأ احتماليات لا زال عندنا الفائض، وأنا أتوقع أن أكبر دولة تعطي دعم في هذا المجال هي الكويت، يعني على جميع المستويات، يعني ليس فقط البنزين، لا أتكلم على فقط وقود السيارات، أنا أتكلم على الدعم جميع الوسائل الموجودة. أنا إذا أطبقها على دول الخليج الثانية، الكويت اللي هي أكبر داعم للمستهلك المواطن سوف لن تتأثر في ذلك. أتوقع أن الدول الأخرى لا يكون هذا إشكالا كبيرا عليها، لأن حقيقة قطعنا السنة أغلبها بسعر
معقول للنفط، والباقي أتصور ممكن التحكم فيه في خلال 2015 وميزانيات 2015. نعم، توماس فريدمان نشر مقالة منذ أسابيع أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الأوبك تقود عملية تخفيض الأسعار بهدف ضرب روسيا وإيران. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا صحيحا؟ هذا حقيقة، هذه نظرية يعني متداولة في أسواق المضاربات، يعني المضاربين والمحللين الاقتصاديين نظرية لها وزنها ولها ثقلها. أنا من دراساتي حقيقة عندما تكون هناك تذبذبات في حدود $10 مباشرة قبل السقوط، لا تعني هناك عوامل أساسية تتحكم بالسوق كالعرض والطلب، كالتسويق، المنافسات التسويقية وأمور أخرى كالنمو الاقتصادي. هذه التذبذبات بهذا الحجم لما تتذبذب الأسعار $6 أعلى و $6 نازل ثم تنخفض في معدل $6 6/10 كل شهر من سنة من جولاي إلى الآن، لا يعطي انطباع إلا أن هناك عامل سياسي، حيث أن العامل السياسي عادة هو الذي يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم اللخبطة في المضارب، حيث أنه لا يعلم الأصول التي يضارب عليها. فهناك عامل مبهم في القضية، ونظرية أن هناك نزاع بين الطرف السعودي والولايات المتحدة على إيران وعلى الاتحاد السوفيتي، أتصور هذه جدا مطروحة في أسواق المضاربات، وأتصور أنها يعني مشروع، نعم، يعني لا 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 أستطيع أن أوصف أنه مجدي، خاصة أن إيران مرت في ظروف أصعب من هذه الظروف ولم تتأثر، يعني المقاطعات الدولية على جميع الأصعدة ولم تتأثر، فما الذي يجعلها أن تتأثر في ذلك، خاصة أن هناك دخل كبير غير النفط يدخل عليها. كذلك روسيا، يعني روسيا كانت تضخ في السوق حوالي 9.9 من النفط، ورغم المقاطعة اللي فرضت على روسيا على أوروبا إلى أنها لا زالت تصدر كمية هائلة من النفط حسب الدراسات اللي عملتها بلومبرغ في الفوركاست. لكن دكتور، هل يعني هبوط النفط وارتفاع الدولار ألا يعتبر مؤشر على أن هناك حرب اقتصادية، بحيث طبعاً العملة تتماشى بحركة ثنائية؟ صحيح، لا هذا كلام جدا منطقي، يعني حتى ان انا من الاستغرابات اللي استغربت ان الذهب ايضا بدا يتساقط، وهي عمليه عكسيه، يفترض ان من يتساقط النفط يرتفع الذهب، يعني هذا النورمال، الحاله الاعتياديه التي تمشي في السوق، الدولار كذلك في نفس الوقت، لكن لما ترين القضيه متماشيه برذم واحد، هناك عدم ثقه بأن السوق يتماشى بحسب الأصول الأساسية للعرض والطلب وللاستثمار وعمليات تداول الأرباح وتداول الاستثمارات الموجودة. فهناك عامل سياسي، وأنا حقيقة مع هذه النظرية رغم يعني وزن النظرية الأخرى بأن هي العوامل الفنية هي التي أثرت على القضية هذه. فأنا أتفق مع الجانب السياسي في هذا الموضوع، لأن العملية غير منطقية في سيرها يعني العام. نعم، من ناحية أخرى يرى محللو أن السوق النفطية تمر بدورات اعتيادية وحالات من الصعود والهبوط، وأن الدورة الحالية هي دور الهبوط التي ستتبعها حتما موجة من الصعود، لكنه لا يمكن التنبؤ بشكل قاطع متى ستحدث وبأي قوة. هل لك دكتور أن تشرح لنا ذلك؟ مثل ما بينت هناك إشارات، طبعا الآن لا نظلم أوبك في الموضوع، حيث أن أوبك فقط تنتج ثلث الإنتاج العالمي، هناك إنتاجات زادت مثل أمريكا اللاتينية، مثلا 4 ملايين النفط الصخري في الولايات المتحدة، مثلا أوروبا نفسها بدأت في عملية تكسير النفط الحجري والذهاب إلى النفط الحجري. يعني كل هذه عوامل صحيح موجوده في القضيه، ولكن العامل الاساسي حقيقه في الموضوع لا يدل على يعني على ان المساله ماشيه فقط في الفيوضات النفطيه اللي موجوده في الموضوع، وانا حقيقه لا ارى جدوى في يعني التصريحات التي تظهر من المسؤولين
لا ترى أن هناك أملا في الأفق المنظور بأن أوبك راح تتدخل في 30% في هذا، فيجب أن يكون هناك اتفاق مع دول العالم على مستوى دول العالم في هذا، وحتى لا نظلم أوبك وهي التي تنتج فقط 30% من النفط العالمي، فيجب أن العالم كله يجتمع ويقر هذه سلعة إنسانية، هذه سلعة يذهب ضحاياها شعوب وتموت ناس من الجوع وتمرض ناس من الأمراض والأوبئة فيها، فاستعمال النفط كسلاح سياسي يعتبر من أشرس الأسلحة وأكثر الأسلحة لا إنسانية في حياة الإنسانية حقيقة، في استعمالها كسلاح لفرض وجود أو لفرض هيمنة أو لفرض هذه، فليتق الله السوبر باورز في هذا الجانب تبدأ الأمم المتحدة التدخل في هذا الموضوع حقيقة. نعم دكتور عبد السامع، هل ينبغي التفكير في استراتيجية الدعم الحكومي؟ لكن بإيجاز لو سمحت. والله أنا شنو أقول؟ أنا أقول إن إذا طبقها على الكويت أنا أقول لا هي الدعم الشخصي هذا، وإنما هي العقود التي حقيقة تصل إلى حالة الفتان، هذه العقود الضخمة التي لا تقارن حتى مع جاراتها، هو الأساس في هذا الموضوع، يجب إعادة النظر فيه. أما قضية الدعم الشخصي ودعم الأفراد ودعم الناس، أنا جدا أرفض هذا، وهي لا تزيد الميزانية ولا تنعش الميزانية بشيء. نعم شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني، محلل والخبير النفطي. صفعة جديدة لداعش في بيجي وأحلام تمدده تتقلص شيئا فشيئا. من جديد أهلا بكم. باتت القوات العراقية المدعومة بمقاتلين متطوعين تستعيد قواها وتعزز وجودها بعد سلسلة انتصارات على تنظيم داعش الذي خسر بالفعل أبرز مناطقه الاستراتيجية في العراق، بدأت في حزام بغداد ثم في جرف الصخر، ففي بيجي لم يعد لداعش وجود في جرف الصخر بجنوب بغداد. وعلى وقع الضربات الجوية العراقية والدولية بدأ إرهابيو داعش يتقهقرون بعدما انهارت معنوياتهم بسبب عدم إحراز أي تقدم طيلة الأشهر الماضية سوى تطبيق قوانينهم في كل بقعة استولوا عليها. بعد جرف الصخر ركزت القوات العراقية لا سيما النخبة منها على تحرير بيجي وفك الحصار عن مصفاتها الاستراتيجية، وتمكنت بالفعل من إحكام سيطرتها على المدينة النفطية بعد هزيمة مخزية لداعش في فترة قياسية عكست ضعف قدرات التنظيم. ويرى محللون أن استعادة تكريت لا يختلف عن بيجي، وتواجه القوات العراقية تحديات ميدانية كثيرة أبرزها زراعة الألغام وتفخيخ المنازل والطرق، وبخروج بيجي من حسابات داعش تكون أولى المدن المهمة التي يفقدها التنظيم المتطرف، ويبدو أنها باتت بمثابة مفتاح للسلطات العراقية التي تبحث عن أي ثغرة لطي صفحة العاشر من يونيو الذي أضاعت به الموصل، ومن ثم الشرقاط وبيجي وتكريت، وشرف الإرهابيون على الوصول إلى تخوم بغداد. وتأتي أهمية بيجي الواقعة على بعد 280 كيلومترا شمال بغداد لضمها أكبر مصافي النفط العراقية، بالإضافة إلى شركات تتبع وزارة الصناعة وغيرها، كما أن موقعها الاستراتيجي الذي يربط تكريت مركز محافظة صلاح الدين بالشرقاط المحاذية لنينوى ومناطق مع كركوك يجعلها تحت الأنظار دائما. وبحسب الخريطة الجغرافية فإن تكريت تسبق بيجي وبعد بيجي الشرقاط ومن ثم حدود نينوى، وهو ما يعني أن تحرير بيجي شرخ كبير في عمق دولة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. ويرى الشيخ حامد الحاجم مسؤول المتطوعين العشائريين في بيجي عودة المدينة كبادرة تفتح آفاقا جديدة يمسك خلالها أبناء المدينة الأرض ويحمون الممتلكات من التخريب.
بخروج بي جي ومصفاتها النفطية الأكبر في العراق من حسابات تنظيم داعش، تكون أولى المدن المهمة التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف قد سقطت في يد الجيش العراقي. ويرى محللون أن بي جي باتت بمثابة مفتاح للسلطات العراقية التي تبحث عن أي ثغرة لطي صفحة 10 من يونيو، التاريخ الذي انسحب فيه آلاف الجنود العراقيين تاركين الموصل ومن ثم الشرقاط وبي جي وتكريت تحت رحمة مسلحي داعش الذين هددوا في ذلك الوقت تخوم العاصمة بغداد. وتأتي أهمية بيج الواقع على بعد 280 كيلومترا شمال بغداد لضمها أكبر مصافي النفط العراقية بالإضافة إلى شركات تتبع وزارة الصناعة وغيرها، كما أن موقعها الاستراتيجي الذي يربط تكريت مركز محافظة صلاح الدين بالشرقاط المحاذية لنينوى ومناطق مع كركوك يجعلها تحت الأنظار دائما. وبحسب الخريطة الجغرافية فإن تكريت تسبق بيجي وبعد بيجي الشرقاط ومن ثم حدود نينوى، ما يعني أن تحرير بيجي شرخ كبير في عمق دولة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. ولا شك أن الإنجازات التي حققها الجيش في بيجي جاءت بدعم مباشر من عشائر المنطقة وقوات الحشد الشعبي، الأمر الذي دفع بقضية تسليح العشائر السنية في المنطقة إلى الواجهة مجددا. وقد حفل الأسبوع الماضي بلغاءة واسعة لرئيس الوزراء حيدر العبادي مع شيوخ عشائر الأنبار وديالا. أعلن بعدها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن قرار تسليح العشائر السنية لمواجهة داعش قد اتخذ وأن التنفيذ بات غريبا. يعني هذا اليوم أن عملية التسليح للعشائر بدأت وهناك استعداد كبير لاستلام قوائم من المتطوعين مع تجهيزاتهم ومد المناطق بما يحتاجون من المواد الغذائية والمواد الصحية. راح نكون عامل مساعد ومساهم في إيصال كل احتياجاتهم على مستوى الأسلحة وأيضا القضايا اللوجستية. وأشار الجبوري في كلمة ألقاها في تجمع أمني وعشائري بعشائر الأنبار تنتدب فلذات أكبادها من رجالها الذين لم يرضوا بالضيم ورفضوا الخنوع والاستسلام لإرادة خفافيش الليل من داعش، فقرروا بكل شجاعة خوض المواجهة بأي عدة وعدد حتى لو حملوا عصيهم رماحا وأحجارهم عتادا. وأوضح أن الجولة الكبرى التي يخوضها العراقيون بالنيابة عن العالم ستحدد البوصلة ومؤشر النجاح أو الفشل، داعيا المجتمع الدولي لأن يستكمل المهمة ويشرع في تطويقها خشية انتقال وبائها لدول الإقليم بل وللعالم أجمع. وينشغل الوسط السياسي العراقي بقضية إحياء دور العشائر التي من المفترض أن تشكل رافدا أساسيا للعمليات العسكرية التي تستهدف القضاء على داعش، وخصوصا في المحافظات التي تشكل فيها العشائر الجزء الرئيسي من المكون الاجتماعي مع بروز الدور العملي للأمريكيين في هذا الأمر، حيث بدأ في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار إعداد دورات تدريبية لمقاتلين عشائريين يشرف عليها مستشارون أمريكيون. وفي هذا الإطار سعى رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادات فاعلة في التحالف الوطني إلى مد جسور التواصل المباشر مع القيادات العشائرية، وعقدت سلسلة من اللقاءات داخل العراق وكذلك في العاصمة الأردنية عمان من أجل التنسيق لمؤتمر مصالحة وطني يعقد في بغداد ويشارك فيه عدد من الفاعليات العشائرية، بغض النظر عن مواقفهم السياسية التي عارضت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال. من جانبها أعلن عدد من شيوخ ووجهاء العشائر في بيجي عن مساندتهم للقوات الأمنية في حربها ضد داعش. لحد الآن السلاح مالنا احنا المستخدمينه، سلاحنا الشخصي وجاي نشتري عتاد من جيوبنا الخاصة، ولحد الآن ما حد أعطانا لا سلاح ولا عتاد. من تعدد قائد عمليات الأنبار أعطاني 10 بيكيسيات وجزاه الله خيرا. احنا مطوعين إن شاء الله، ما نريد لا رواتب ولا نريد أي شيء، يعني هاي الأمور المادية احنا نريد ونطالب الحكومة تجهزنا بالسلاح، ورجال موجودين هنا تحرير المناطق الغربية وهيت وناخذ ثارنا الزلم اللي قتلوها بيت دواعش الأنجاز. إن شاء الله احنا نروح لهم، نروح لهم احنا دمانة مقدمين للأنبار وللعراق كليته. ويرى محللون أن المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش بحق عشيرة البونمير في محافظة الأنبار مؤخرا عملت على تسريع وضع الجدل حول الطروحات المتعلقة بالمطالب السياسية للعشائر وتسليحها ودور جهاز الحرس الوطني الذي تعمل الحكومة العراقية على إنشائه موضع التنفيذ من حكومة العبادي.
ويربط المسؤولون العراقيون بوضوح بين تسليح العشائر العراقية وسياسة الحكومة الذي اتخذ رئيسها حيدر العبادي خلال الأيام الأخيرة عددا من القرارات على مستوى إعادة هيكلة مؤسسة الجيش العراقي ما لاقى ترحيبا أمريكيا واضحا، حيث عبر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل عن تفاؤله في أن يسمح عزل عشرات القادة العسكريين العراقيين برفع معنويات الجيش وجذب العشائر إلى محاربة داعش. اختيار القيادات العسكرية ليس بالأمر الهين كما تعلمون في الوقت الحاضر خصوصا، وإحنا نبني على ثلاث صفات. الصفة الأولى هي يعني الكفاءة، وهذا أمر مهم، لأن لا يمكن لإنسان غير كفو أن يقوم بعمله بشكل صحيح. والأمر الثاني هو النزاهة. وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالتطورات والأحداث التي تتأرجح بين محاولات إصلاح الأوضاع وبين مخاوف في واقع سلبي يصر البعض على استمراره لكونه يعتبر مناسبا لتنفيذ مخططاته وبرامجه حتى وإن كانت على حساب العراق ومصلحته ومستقبله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نراكم الأسبوع المقبل نرصد ونحلل أهم الأحداث. طابت أوقاتكم.